Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Abnai at-talabah al-kiram, liqa'un al-yawm liqa'un تختلف أو يختلف بلقائنا العادي، يعني كما العادة، أن هذا اللقاء لقاء تبديل أو لقاء يبدل لقاء يوم السبت الذي لم أحضر أو الذي لم أو الذي ما حضرت في ذاك الوقت. نعم يا طلبة الكرام، سنواصل الدرس في تدريب الثالث. تكلمنا هذا أيضا في لقائنا الماضي، يعني أنت عمك سيزورنا، عمه سيزورك، عمنا سيزورها، أنت أنا عمك سيزورني، عمها سيزورنا. نعم. الآن التدريب الرابع، أجب عن الأسئلة الآتية. هذا الجواب من الحوار السابق، يعني عن العم. طيب، الحوار السابق عن العم، وقد تكلمنا ما معنى العم في اللقاءات الماضية. نعم، العم هذا أخ للأب، والأبناء الأب يقولون أو قالوا له العم. طيب، من سيزور الأسرة يوم الأحد؟ من سيزور الأسرة يوم الأحد؟ طيب، هذا الجواب نأخذه من الحوار. نعم، نأخذه من الحوار. سيزور الأسرة يوم الأحد العم. طيب، العم هذا الجواب الصحيح يا إخوة، أو نقول سيزور العم الأسرة يوم الأحد. طيب، بعده يا إخوة الثاني، متى الزيارة؟ عرفنا معنى متى ومعنى الزيارة، عرفنا هذين معنيين. نعم، متى الزيارة؟ الزيارة يوم الأحد، هذا الجواب الصحيح، الزيارة يوم الأحد. طيب، الثالث، من يحضر مع العم؟ طيب، من يحضر مع العم؟ من عرفنا يحضر حاضر بمعنى حاضر، الذي يحضر مع العم، مع العم. من يحضر مع العم؟ يحضر مع العم أسرته. طيب، أسرته، نعم، يحضر مع العم أسرته، هذا هو الجواب الصحيح. الرابع، ماذا يحب العم من الطعام؟ طيب، ماذا يحب العم من الطعام؟ الجواب، يحب العم من الطعام الدجاج. طيب، يحب العم من الطعام الدجاج. طيب،
يا سعيد البخاري ما معنى الدجاج؟ يا دجاج. طيب الدجاج يعني حيوان نأكله أكثر الناس يحبونه، نعم أكثر الناس يحبونه للأكل، ولحمه لذيذ. نعم. الخامس، ماذا تحب زوجة العم من الطعام؟ طيب الآن زوجة الأم وليس العم، ماذا تحب زوجة العم من الطعام؟ الجواب، زوجة العم تحب من الطعام الفطيرة. الفطيرة. طيب الفطيرة. كيف السادس، كيف ستساعد البنت أمها؟ كيف ستساعد البنت أمها؟ كيف؟ الجواب، ستساعد البنت أمها في عمل الفطير وإعداد المائدة. نعم، ستساعد البنت أمها في عمل الفطير وإعداد المائدة. طيب وإعداد المائدة. السابع، ما واجبك عند زيارة عمك لأسرتك؟ هذا الجواب موجه إليكم جميعا، لكل فرد أن يجيب هذا السؤال. أما السؤال الأول من السؤال السادس، هذا الجواب من الكتاب. أما السابع والثامن، هذا هو الجواب من عندكم أو من عندكم، يعني لكل فرد أن يجيب هذا الجواب. نعم، عبد الرحمن ثم غزالي وغيرهما أن يجيب هذا السؤال. ما واجبك عند زيارة عمك لأسرتك؟ ماذا واجبنا؟ ما واجبنا يا إخوة؟ ما واجبنا أو ما واجبك عند زيارة عمك؟ يعني عندما يزور عمك لأسرتك، يعني لأسرتكم. نعم، ماذا واجبه؟ ماذا واجبكم؟ يعني الجواب، واجبي عند زيارة عمي لأسرتي أن أعد الطعام والمائدة. طيب، أن أعد الطعام والمائدة، فهمتم؟ ما واجبك عند زيارة عمك لأسرتك؟ يعني نقول، ما واجبنا، ما واجبكم، ما واجبك يا عبد الرحمن، وما واجبك يا قيس، ما واجبك عند زيارة عمك لأسرتك؟ يعني نقول كما قالت البنت، نقول كما قالت البنت. ماذا قالت؟ قالت في سأساعدك يا أمي في عمل الفطير وإعداد المائدة. ولذلك واجبنا إعداد الطعام والمائدة، إعداد الطعام والمائدة ومساعدة أمي وأبي، مساعدة أمي وأبي. طيب، هذا هو الجواب يا حفظكم الله جميعا. الثامن، أكمل أخو أبي هو. طيب، أخو أبي هو من؟ أخو أبي هو العم، هذا الجواب. أخو أبي هو العم، العم. أخو أمي هو الخال، الخال، كما تكلمنا في لقائنا الماضي. طيب، إلى هنا يا إخوة، لقد تكلمنا هذا السؤال وأجبنا بجواب صحيح. هل أنتم فهمتم يا إخوة؟ أرجو أن تفهموا هذا السؤال والجواب فهما صحيحا، حتى لا تخطئوا في الجواب أو في إجابة هذه الأسئلة. نعم،
طيب لمن لم يفهم هذا السؤال ولمن لم يفهم هذا الجواب هذه الأسئلة فعليه أن يسأل الأستاذ أو أصدقائه. نعم، أن يسأل الأستاذ ثم الأصدقاء وغيرهم. نعم. طيب الآن ندخل إلى الدرس 38، أو خطأ، 83. طيب لكن قبل ذلك، قبل أن ندخل إلى الدرس الجديد، هل من سؤال لهذه الدرس، لهذا الدرس 82، الدرس 82؟ نعم، في هذه الدرس لابد عليكم أن تحفظوا هذه المفردات وتراجعه في تكلمكم مع أصدقائكم باللغة العربية. نعم، تقول مثلا يزور العشاء، عمي يحب الدجاجة، تحب الفطير، في عمل الفطير وإعداد المائدة، سأساعدنا، هكذا. طيب لابد أن تركزوا في هذا الحوار. نعم، طيب إلى هذا التدريب، سأساعد الطالبة، سأساعده، سنشاهده، سأنتظرك. طيب، نعم، لابد أن تراجعوا هذا الدرس يا إخوة في بيتكم. نعم، طيب يا إخوة، خلاص. نعم، الآن ندخل إلى الدرس الجديد، الدرس الجديد، الدرس 83، الخالة. الخالة، ما معنى الخالة يا إخوة؟ الخالة بمعنى أخت للأم، أخت الأم. نعم، أخت الأم الصغيرة أو الكبيرة. نعم، نقول في عند اللغة الإندونيسية نقول بيبي. نعم، من جهة الأم. طيب، الخالة. الحوار، أنا سأقرأ لكم وأنتم تستمعون جيدا. الأم، بين الأم وحسان. البس ملابسك الجديدة يا حسان. لماذا يا أمي؟ خالتك سميرة ستزورنا اليوم. متى تحضر؟ تحضر حالا. هل عملت بعض الحلوى؟ نعم، وعملت بعض الكعك أيضا. جميل، سألبس بسرعة. نعيد مرة أخرى. البس ملابسك الجديدة يا حسان. لماذا يا أمي؟ خالتك سميرة تزورنا اليوم. متى تحضر؟ تحضر حالا. هل عملت بعض الحلوى؟ نعم، وعملت بعض الكعك أيضا. جميل، سألبس بسرعة. طيب، جميل، سألبس بسرعة. طيب، انظروا إلى هذا الحوار يا إخوة. هذا الحوار بسيط، حوار قصير، لديكم، يعني عليكم أن تركزوا أذهانكم إلى هذا الحوار. نعم، هذا الحوار الجديد. البس ملابسك الجديدة يا حسان. طيب، البس، ما معنى البس؟ من لبس يلبس، لبس يلبس، البس يعني أنت تستعمل الثوب، أنت
تستعمل الثوب أو تستخدم الثوب البس نعم ملابسك ملابس جمع لباس جمع لباس هذا هو تكلمنا في لقاءات الماضية الجديدة الجديدة ضد قديمة طيب يا حسان حسان اسم إنسان اسم رجل لماذا يا أمي قالت قال الحسان لماذا يا أمي قالت الأم خالتك سميرة تزورنا اليوم خالتك هذا الخالة هذه الخالة يعني أخت الأم نعم أخت الأم الكبيرة أو الصغيرة بمعنى خالة نعم سميرة اسم خالته سميرة تزورنا اليوم تزورنا أزار يزور تكلمنا أيضا في اللقاء الماضي نعم متى تحضر هذا فهمنا إن شاء الله متى تحضر فهمنا تحضر حالا تحضر حالا حالا بمعنى يوم اليوم حالا بمعنى الحال يعني يأتي بعد قليل إن شاء الله يعني تحضر حالا akan datang sekarang halan hadha sekarang طيب halan بمعنى اليوم لا ليس فيه إلا دقائق ya tidak ada dalamnya kecuali hanya beberapa menit akan datang si khala naam fahimtum naam ikhwa ba'dahu hal amilti ba'd al halwa طيب ba'd al halwa limadha hamilti يا عملتي لأن الحسان سألت الأمة سأل الأمة يا أمي هل عملت بعض الحلوى هكذا نعم نعم وعملت بعض الكعك أيضا طيب ما معنى الكعك كعك 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 طيب ما معنى الكعك الكعك معناها أو معناه يعني نقول مثلا ماذا اسمه كوي 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 نعم الكعك بمعنى كوي نعم أيضا طيب جميل سألبس بسرعة جميل سألبس بسرعة هي معنى ما معنى ألبس لبس الثياب أو لبس اللباس نعم ألبس هذا هو إلبس إلبس فعل أمر سألبس فعل مضارع نعم طيب فهمتم نعم جيد بارك الله فيكم إذن المفردات الجديدة هنا يعني كعك كعك هذا مفردات أو هذه مفردات جديدة هذه المفردات الجديدة نعم طيب نمر بسرعة يا أخوة لقد فهمنا هذا السؤال ولقد فهمنا هذا الحوار لمن لم يفهم يسأل نعم يسأل إلي أو يسألني عبر واتساب ثم أو يسأل صديقه أو يسأل صديقه أو صاحبه نعم ليكن وقته مستفاد نعم طيب الآن التدريب الأول استبدل كما في المثالين استبدل كما في المثالين المثال الأول الرياضية البس ملابسك الجديدة البس ملابسك الجديدة البس ملابسك الرياضية نعم أحضر ملابسك الرياضية طيب البس ملابسك الرياضية أحضر ملابسك الرياضية طيب ما معنى الرياضية يا إخوة الرياضية يعني لباس يستعمل للرياضة لباس يستعمل للرياضة يا بجو الرجاء نعم أحضر ملابسك الرياضية
طيب الأول استمع جيدا يا أخوة، انظروا إلى الفيديو. أخضر طيب أخضر كتابك العربية، أحضر كتابك العربية، ثم أحضر كتابك الإندونيسية، اقرأ كتابك العربية، أحضر واجبك المنزلي، أحضر واجبك المنزلي، أحضر رسالتك البريد، نعم، أحضر الجاهزة، أحضر جاهزك الجديد، البس ملابسك القديمة، البس ملابسك الجديدة، البس ملابسك الجديدة. طيب يا إخوة، إلى هذا التدريب هل فهمتم كلها معنى هذه التدريب؟ جاهز، هذا جاهز يسمى جاهز، يعني جاهز للاتصال بمعنى هاتف أو جوال. جاهز هذا معناه آلة، نعم، أو bisa kita katakan handphone juga bisa أو وغير ذلك. المهم هو بمعنى آلة، نعم. طيب نمر أيضا بعده التدريب الثاني. حول الجمل الآتية إلى أسئلة مستخدما هل وبعض كما في المثال. قرأ القرآن، هل قرأت بعض القرآن؟ عمل الحلوى، هل عملت بعض الحلوى؟ طيب استعمل هل وبعض، استعمل هل أو استخدم هل وبعض، هل في الأول ثم بعض في الوسط، نعم. مثال أول، أخذ الأقلام، هل أخذت بعض الأقلام؟ طيب هل أخذت بعض الأقلام؟ هذا جيد. بعده تناول الطعام، هل تناولت بعض الطعام؟ جيد، هل تناولت بعض الطعام؟ بعده كسب الكروشة، كسب الكروشة، هل كسبت أو هل كسبت بعض الكروشة؟ بعض القروش، هل كسبت بعض قروش؟ اشترى الفاكهة، هل اشتريت بعض الفاكهة؟ هل اشتريت بعض الفاكهة؟ طيب بعده الخامس، هل أحضرت الملابس؟ خطأ، هل أحضرت بعض الملابس؟ هل أحضرت بعض الملابس؟ ثم بعده هل سألت بعض الأسئلة؟ هل سألت بعض الأسئلة؟ بعده رسم الصورة، هل رسمت بعض الصور؟ صور ليس صورة، نعم، صور، هل رسمت بعض الصور؟ الأخير كتب الواجب، هل كتبت بعض الواجب؟ جيد، هل كتبت بعض الواجب؟ هل كتبت بعض الواجب؟ طيب يا إخوة، قبل أن ننهي هذا الدرس إلى هنا دخلنا درس الأخالة، يعني
الثالث وثمانون تكلمنا عن الخالب. الخالب معناه أخ أخت للأم، أخت الأم ليس أخت للأم لكن معناه أخت الأم، أخت الأم الكبيرة أو الصغيرة، نعم بمعنى خالة. طيب بعده درسنا المفردات الجديدة. كعكن 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 هذا يقول كثير الآن يبيعون الكعكة، نعم. طيب المثال نقول كوي كوي باسح، نعم يا هذا يسمى بكعك كعكن أو كوي كوي ينكرين، نعم. طيب جميل سألبس بسرعة، سألبس بسرعة. طيب يلبس هو ملابس بسرعة، من هذا؟ حسان. لأن ماذا؟ لأن خالته ستحضر ما إلى ستحضر إلى بيته، نعم ستحضر إلى بيته. ستحضر إلى بيته، نعم. ثم التدريب الأول، هذا أيضا لابد أن تركزوا وتنظروا إلى هذا التدريب وتراجع، نعم وتراجع الأول والثاني الثالث حتى تفهم، نعم. بقي أن تزيد البس ثم معناه ماذا؟ البس كتاب، أحضر كتاب كتابك الجديد، هكذا، نعم. البس كتابك الجديد أو أحضر كتابك الجديد. طيب بعده هذا هو التدريب الأخير، حول الجمل الآتية إلى أسئلة مستخدما هل وبعض كما في المثال. بقي لكم أن تزيد هل في أوله وبعض في وسطه، وبعض في وسطه، نعم. أخذ الأقلام، هل أخذت بعض الأقلام؟ هل أخذت بعض الأقلام؟ اشترى الفاكهة، هل اشتريت بعض الفاكهة؟ نعم هل اشتريت بعض الفاكهة؟ طيب يا إخوة إلى هنا فهمتم إن شاء الله. هذا هو درسنا اليوم، إن شاء الله في يوم الأربعاء غدا سنتعلم درس الجديد، يعني التدريب الثالث والتدريب الرابع. قبل ذلك مراجعة قليلا بما سبق، هل فهمتم عبر هذا التدريب؟ ليس كما العادة، نعم ليس كما العادة. طيب طيب يا إخوة جزاكم الله خيرا يا إخوة، وبارك الله فيكم جميعا. سوف نلتقي إن شاء الله في غدا بإذن الله لنتعلم ونراجع الدرس هذا اليوم ودرس غدا بإذن الله تعالى. طيب إن كانت لديكم الأسئلة فأرسل إلي السؤال، فأرسلني الأسئلة عبر واتشاب ثم أجيب إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب نختتم هذا القدر، نقول على ما تسمعون سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.